كونك مستشار لوزير المالية، نقدر نعرف شنو أبرز الأطروحات والقضايا اللي طرحتها لتنويع مصادر الدخل في الكويت ولزيادة المدخول للدولة؟ هو في كان نقاشات عدة في هذا الموضوع، ولكن يعني من مجلس 2016 من بدايته في الحقيقة لم يكن هناك طرح لخطة متكاملة، وهذا مثبت. يعني مو لم يقم أحد النواب أو الوزراء بالتقدم بخطة متكاملة للتنويع الاقتصادي أو حل المشكلة الاقتصادية بصورة عامة. كل اللي كان يدور عبارة عن أفكار متفرقة، وللأسف الشديد حتى بعض الخطط الإصلاحية اللي تم طرحها في السابق ما كان في توافق عليها. تشوف الإشكالية هذه من المستشارين مثلا في وزارة المالية أو الفريق وطاقم العمل اللي موجود مع الوزير أو من أعضاء مجلس الأمة؟ هو طبعا السبب الأهم أنه يكون في وجود رغبة سياسية. واضح أن الرغبة السياسية ممثلة بالحكومة ومجلس الأمة ما فيها تناغم على هذا الموضوع، ما فيها اتفاق أن هذه مشكلة مهمة وهذا ملف جدا مهم ويؤثر على كل دولة الكويت ويؤثر على كيان الدولة. إحنا الآن الدولة تنزلق إلى القاع في موضوع الاقتصاد.